باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، حدثنا أبو حازم عن سهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة هكذا، ويشير بإصبعيه فيمد بهما. حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي، حدثني وهب بن جرير، حدثنا شعبة عن قتادة وأبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت والساعة كهاتين. حدثني يحيى بن يوسف، أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني إصبعين. تابعه إسرائيل عن أبي حصين.